منذ 3 أعوام وحشود الميليشيا هذه تتدفق نحو محافظة البيضاء، المحافظة التي تتوسط البلاد تمكنت رغم إمكاناتها البسيطة من كسر تلك الحشود رغم هجماتها الكثيرة وتكبيدها العديد من الخسائر والأرواح. نصر تحقق على أكتاف هؤلاء وغيرهم ممن وقفوا سدا منيعا أمام الميليشيا التي استباحت كل شيء. هذه الجبال في مديرية ذي ناعم التابعة للمحافظة كانت شاهدة على العديد من المعارك الشرسة التي تمكنت خلالها المقاومة الشعبية من إيقاف تقدم الميليشيا في أكثر من جبهة. فبحسب مصادر ميدانية أدت معارك الساعات الأخيرة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا بعد اشتباكات عنيفة اندلعت في مواقع المختبي وأشعاب ناصر وعباس التابعة لمديرية ذي ناعم. المواجهات جاءت عقب هجوم شنته المقاومة الشعبية على موقع المختبي الذي تتمركز فيه الميليشيا في محاولة لاستعادته، وتعمد الميليشيا وفق مراقبين إلى تكثيف هجماتها على محافظة البيضاء بغية تحقيق انتصار يمكنها من السيطرة كليا على المحافظة واستخدامها ممرا للعبور نحو محافظات أخرى جنوب البلاد.